كنعس دابا في الزنقه. مره كنجي كنت كنعس في الدار هنايا بلا باب كنجي نفرش كرطونه ونفرش هادي كنعس تما. ولدي مسكين راه كينعس عا في الجرده مع صحابو، ما مريض ضارين رجليه ما كيقدش يخدم. صافي حتى واحد السيده ملي شافتني كنعس هنايا بلا باب جات مسكينه ركبت لي الباب، غير دابا شي سيمانه ركبت لي الباب، عاد وليت كنسد عليا بابي ونجي مره نعس هنا مره في الزرقاء. معذبه بزاف اولدي، اتفقت معها حقا نمشي بنيها كحله حيت قال لك سيدي الحجاج بعيد غيبنيها كحله. وعلاش جات لهذا الشيء؟ حيت داك الروسي اللي عطاونا من عمران فيه غير سيمانه، يعني خاصني نضطر ابني ليا هو. ولكن تكرفص عليا، ما خافش الله، ما خافش الله وتكرفص عليا داك الشيء. كيفاش تكرفص عليك المهم يمشي؟ تكرفص عليا ما وخلى لي الثقابي في الحيوط والدار عامره بسمي فلوس بالحجر وبالعود، تكرفص عليا وما والطواليط راك شتيها ولدي كي دايره. السطح قالك غيدير الباب ديال الحديد ما داروش، الباب هو كيبان لك مبني عوج، بزاف الحوايج بزاف ولدي. تعذبني عذبني، تفقت معاه في الاول ما داروش لي، حقرني بزاف. ملي كنهضر معاه كيجاوبني صاحبو في التليفون، ملي كنقول ليه علاش ما يجاوبنيش هو قال لي هو راه في الحبس، او كيفاش هو في الحبس وتليفونو عندك انت اللي كتجاوب عليه؟ ما يمكنش. قلت ليه علاش مشدود؟ قال لك مشدود على النفقه ديال ولادو. قلت ليه انا ما مسؤولاش على هاد النفقه ديال ولادو، انا ما خصنيش غنبقى باركه في الزنقه وهو انت وياه الشرطه معايا في الوراق صوب لي شغلي. قال لك انا ما عندي ما نديرك، ما عندي ما ندير لك ودير الناس بزاف بحالك ماشي غير انا. واخا ما درت حتى حاجه باقا ما علاش امي؟ قلت زعما دابا يخاف الله، كنصيفط ليه الناس دابا يخاف الله، دابا يخاف الله ما والو ما على بالوش. جا نقص واحد الدار هنايا ورايا كيبني فيها وصافي، وانا ما كملش ليا كاع شغلي. راك شتي الدخله ديال الباب ولدي كي دايره؟ واش غندير ولدي؟ الغربه جات من عندهم، ما عندي ما ندير، حقروا عليا بزاف. والرسالة ديالي كنوجهها لسيدنا الله يشافيه ويصلح لي وليداتو، والحموشي تا هو الله يسهل عليه يشوف من حالي، وهادو هاد الدرك الملكي اللي كاينين هنا وهادشي اللي كاين كنوجه ليهم. وإذا أقول الفرقة الوطنية تجي تشوف من حالي تشوف زعما تشوف راه داكشي اللي كاين غتشوفو بعينيك. كانوا عيطوا عليا شي ناس قال لك حنا تكرفص علينا، تكرفص علينا وراك شتي الدخله ديال الباب كيخليها ليا جور مغطي دوك التيوات ديال الماء وديال الضو، تكرفص علينا بزاف عليا وعلى وحدين اخرين. ما خدامش ولدي شحال هذيك كنخدم في الحمام اللي قلبت صحتي ومرضت، ضروني ركابي وبزاف الحوايج. الناس دابا اللي كيشريو ليا الدواء والله قسما وقفوا بالدواء. صافي ما بقيتش نخدم، وليت كنمشي عند دريات الحمام كنضل معاهم كيدوروا معايا الناس، وفي العشيه كندخل نسيق معاهم الحمام وكيدوروا معايا. في الاول كنت كنعسها في الزنقه، كنت كنمشي للجامع رمضان كل دوزت في الجامع ديال عين دياب كنبات تما في الزنقه، وكاين هذاك رحال داير واحد مائده الرحمن كنمشي نفطر وكنرجع نبات حدا الجامع. رمضان كله ولدي مره في البحر مره في الجامع، وملي كنعيا ونشوف راسي باغا نرتاح كنجي كنفرش هاد الكرطونه راك شتيها ولدي، وكنعس بلا مخده بلا والو. ثاني هو ولدي وما تسوقش ليا. قلتي لي انك كتباشي في الزنقه ولا شي كتسعاي كطلبي بسبب هاد المعاناه ديالك؟ قلت ثاني هو ولدي وما تسوقش ليا والو. ما عندوش زعما ما عندوش ضمير، ما عندوش قلب، ما عندوش لا ضمير لا قلب لا والو. عرفتش ولدي حيت زربونا لعمران عطاونا داك الروسي فيها سيمانه، قلبت تاعت ما لقيتش داكشي علاش لجأت ليهم، ولكن تكرفصوا عليا. ما كرهتش ولدي شي محسنين يعاونوني، ما كرهتش حيت اصلا انا ما كرهتش ولدي. انا بغيت لي يدخل لي الضو ويصلح لي الطواليط، واخا نبرك فيها بحالكم الترابه نبرك فيها ولدي والله، حيت شردت انا ولدي بزاف وما مسوقش العيد الكبير غنعيد، ولا ما بغيت العيد لا والو. اصلا انا في السكر ما بغيت العيد حتى حاجه، بغيت اللي يصلح لي الطواليط ويدخل لي الماء والضو، وخا نعزف بحالكم الطرابه ولدي ما عنديش مشكل. محسنين الله يجازيهم بالخير ما كرهتهم، وغلبه جات من عبد الله ما عندي ما ندير. تاثر دابا ولدي راه مع صحابو جاي دابا شي شهر ما شفتوش. كيبات هو في الزنقه مسكين؟ كيبات في الزنقه وما كيبغيش يشوفني، حتى هو مكتئب ما كيبغيش مسكين يشوفني حيت بعقلو راه عنده 24 عام.
ديما ندير ولدي ديال ديال الله ديما ندير حقره بزاف حقره ولدي حقره. سيدي حجاج مشروع سيدي حجاج ديال كاريان جامعة سيدي حجاج رقم البقعة الرقم ديال البقعة 695 مشروع الريان. كلمة أخيرة ولدي هو اللي عاوني الله يجازيه بالخير و وتشيني نقول حشمت والله القسم أنا عطيتهم وجهي وحشمت بزاف والله وعلاش دايرة هادي أنا احتراما لولدي حيت ولدي مكتئب داكشي علاش درت لك ماما وهدرت ما كاع ما نديرها كاع أولدي خفتو يزيد اكتئاب في اكتئاب باغي مسكين يجي لدارهم باغي يبرك فيها باغي يشوف واش نقول لك